تيراني كمال، رئيس الجمعيه المغربيه للفنانين الاحرار والمدير ديال المهرجان الدولي للفيلم القصير ليوناردو دافنشي. اول حاجه شكرا لكم للحضور ديالكم للتغطيه ديال الحفل الاختتام ديال المهرجان. صراحه حنا جد فخورين بلاكريتي ديال لوغينيزاسيون ديال هذا العام. شنقول لكم وي كما شفتوا اللجنه ديال التحكيم براسها لقات مشكله باش تفرق ما بين العدد ديال الافلام، بس تختار ما بين لي دوكيومونتير تو سكي فافيك. هذه حاجه اللي ما بغيتش نكون في بلاصتهم. بون صراحه كيخونني التعبير باش نعبر لكم على الفرحه ديالي على هذا النهار هذا، ونقول لكم شكرا مره واحده اخرى، ونتمنى نلقاكم معنا العام الجاي في ليديسيون جديده. باغ كونتخ الجمعيه ما عندهاش هذا الفيستيفال هذا، عندها فيستيفالات واحد اخرين نخليهم مجموعين. فيستيفال ما غيبقاش عباره على فيستيفال كيديفيسي غير الافلام بوحديتهم، مي غيولي فيها سو فورم دو فورم عاد لو فيستيفال. لقاءات ما بين دي بروفيسيونيل دي زاماتور، وكاين شي حوايج واحد اخرين ان شاء الله غنصرحوا عليهم في لا كونفيرونس دو بريس ان شاء الله الجمعه. ياسين الروقي مخرج في الفيستيفال ديال ليوناردو دافينشي. كيف ما كتشوفوا عندي جائزه ديال احسن مخرج، بالنسبه لي باقي قدامي طريق طويله باش نحقق الحلم ديالي. كنطمح باش ما نكونش احسن مخرج غير في هذا الفيستيفال، مي كنطمح باش تكون احسن مخرج في العالم، علاش لا؟ وعندي طموحات كبر من هادشي. الفيلم ديالي كيف ما شفتوا في لا بريزونطاسيون لو مول اللي دويت، قلت بلي هو جاي من واحد الواقعه اللي وقعت ليا، واحد الحاجه اللي عشتها. دابا جاي شي 5 سنين ولا 6 سنين تقريبا، كما قلت الاخ ديالي كان غادي يلعب كره ضربوا موتور دار اكسيدون، فاش دينا لا كلينيك ما بغاوش يديروا ليه العمليه تيجي له شاك ضمانه. وكيف ما قلت سيغ سان غنعاود نقولها هنا قدامكم في هاد لي بلاتفورم، غادي نقول بلي هاد الشيء راه ضد ليومانيتي، وهاد الشيء ما عنده حتى علاقه بالانسانيه. والناس اللي كيديروا بحال هكا واللي كيتعاملوا مع خوهم الانسان بحال هكا راهم ماشي بشر. ديال المهرجان كان زوين، شكرا بزاف للناس اللي كانوا في اللي وقفوا سهروا على المهرجان. كنشوفوا ان ليكول ديال لي باك خدموا بزاف، الدراري ديالهم كاملين خدموا في المهرجان، لا من ناحيه لا ريجي، لا من ناحيه التصوير، لا من ناحيه التنظيم، كل شيء كان زوين تبارك الله عليهم. وكنتمناو دي فيستيفال بحال هادو يكونوا من هنا لقدام، وكنتمناو باش السينما المغربيه تكون ديما في ابها حله. انا دواح عضو لجنه التحكيم، وسبق عرفت واحد التنافس بين واحد الافلام اللي كانت جد مهمه، وخدينا تقريبا نصف يوم غير باش نناقشوا الافلام، لان كان تقارب بين الفكره ديال الفيلم وبين ميزه الاخراج وبين لا ترام دو ليستوار وبين التقنيات المضافه في الافلام، وقينا صعوبه باش نختاروا يعني الجائزه الكبرى واحسن اخراج واحسن سيناريو، الا انه لقينا بعد دي كليك هكا اللي كيجعل واحد الفيلم يعني احسن من فيلم اخر. هما تقريبا متشابهين في الاداء وكل شيء، ولكن كاين واحد الخاصيه عند فيلم اللي ما عادش فيلم اخر هي اللي حسمات باش نسطروا الجوائز. كان طبعا الجوائز كانت احسن دور نسائي، احسن دور رجالي، احسن اخراج، احسن سيناريو، وطبعا الجائزه الكبرى. وكان تنويه بالممثلين اللي حضروا في افلام، الممثله المقتدره مجيده بن كيران، والممثل المقتدر دنيا زال، والممثل المقتدر عزيز الحطاب، اللي ماشي نوهنا بهم كممثلين اكفاء لان ديجا هما معروفين على الصعيد الوطني والدولي، وانما تنويه خاص لانهم دعموا دوك الطاقه ديال الشباب، دعموا داك الشباب وحضروا كممثلين في الافلام ديالهم. هذا دعم منهم من ممثلين كبار للمخرجين باقين في البدايه ديال الطريق ديالهم. وكان تنويه اخر لواحد الفيلم تجريبي، نورمالمون ما قدرناش نعطيوه الجائزه لان ما كيدخلش في لا كومبيتيسيون ديال المهرجان، ولكن كان جد رائع. فيلم من الكاتيجوري ديال الافلام اكسبيريمونتال، يعني الافلام التجريبيه، عطيناه تنويه خاص وكيستحق الجائزه الكبرى. اما الجائزه الكبرى راه بيان سور صدى الذكريات، راه خدا الجائزه الكبرى، فيلم جد رائع، لا من ناحيه التشخيص، لا من ناحيه الاداء، لا من ناحيه السيناريو والاخراج، يعني كان فيلم متكامل من جميع النواحي. الدورة الثالثة لمهرجان ليوناردو دافينشي، هذه الدورة اللي كانت جد متميزة بمشاركة عدة شباب، يعني أكثر من 200 فيلم اللي توصل بها المهرجان،
وحنا كلجنه التحكيم وانا كرئيس لجنه التحكيم يعني كانت المهمه شويه صعبه في انتقاء الاعمال النهائيه الاخيره، ولكن عموما انا انبهرت بالمستوى اللي وصلت له لا جونيس اليوم في لا كرياسيون، يعني في الابداع السينمائي في اللغه السينمائيه. فقط ما ينقص هذه الفئه من الشباب وهو الكتابه وهو السيناريو، باقي كاين نقص عند الشباب ديال اليوم، كلهم منبهرين بالتقنيه، منبهرين بجوده الصوره، منبهرين بالكاميرات، منبهرين بالمؤثرات، ولكن كنتمنى انه من هنا المستقبل نشوف اعمال سينمائيه مكتوبه، لانه السينما هي الكتابه. الحمد لله انه شفت اعمال اللي عندهم الكتابه الثالثه اللي كتسمى لا تخوازيام اكريتور اللي هو المونتاج مخدومه مزيان. عموما كانت دوره جد هائله، فكنشكر المنظمين، كنشكر مؤسسه ليباغ ليوناردو ديفانسي، كنشكر كاع المنظمين سي كمال سي العلوسي لانه قاموا بواحد العمل رائع بحيث انهم سمحوا لهاد الشباب باش يعرضوا الافلام ديالهم في قلب مدينه الرباط بقاعه بوحنيني، فهذا شيء جميل ونتمنى الافضل ان شاء الله في المستقبل لهذا المهرجان. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.